طيب على الصعيد الآخر، تلقى بقى وده الحاجة الجميلة كابتن محمود الخطيب دعوة من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية اللي بتجري فعالياتها حاليا بالكاميرون. إمتى؟ يوم 6 فبراير المقبل على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي. طيب إيه بالظبط نص الدعوة؟ كان كالتالي: عزيزي السيد محمود الخطيب، أتمنى لك ولجميع أحبائك سنة سعيدة وجديدة مليئة بالخير، وبالنيابة عن الكاف وجميع الدول الأعضاء به نود أن ندعوكم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجري حاليا بالكاميرون، وذلك يوم الأحد 6 فبراير القادم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الكاميرون على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي. فأعتقد حاجة كويسة جدا برضو، دعوة جميلة طبعا ودعوة تسعدنا، فإن شاء الله يبقى يعني يوم أو تبقى فعاليات كويسة أوي. ويا سلام بقى لو كابتن بيبو حضر اللقاء النهائي ده وطرف فيه المنتخب، نكون وصلنا للنهائي طبعاً ونعمل جيم حلو ونرجع بقى باللقب والبطولة. بص يا كريم، يا ريت يا سلام. لو هنتكلم اكيد حلمنا كلنا، بس مش عايزين برضو ان احنا نصدر روح سلبية، مش عايزين ان احنا برضو نصدر روح فوق الإيجابية، يعني عايزين نقول ان شاء الله هنقدر، لان احنا قدرنا قبل كده وعندنا منتخب يعني يسمح له قدرته، يسمح له امكانياته بده. فنتمنى، وانا انت عارف هتسألني رأيي، انا عايزاها فترة صمت نتفرج خالص، يعني لا يعني خالص نشجع خالص. طبعا نشجع، لازم طبعاً نبقى سند، ولكن لا نبقى سلبيين ولا نبقى ايجابيين بزياده. ما هو اللي سلبي مننا غصب عنه يا ست الناس، ما هم اللي شايفينه يا ست الكل، واحنا بنجيب حاجه من عندنا. أنا بتفهم ومع معاي. ذلك اكيد على فكره حتى اكثر الناس سلبيه، اكثر الناس تشاؤما، اكيد الكل في الاخر يهمه ان احنا الوضع يتغير وينتج عن التغيير ده نشوف اداء محترم ونشوف نتائج محترمه تؤهلنا للوصول للنهائي، لان احنا فعلا قادرين على هذا الامر وحصل قبل كده اكتر من مره، فالموضوع مش بعيد، بس اتمنى يتم تدارك المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها بقى. طيب خلاص مش مهم.